سلام عليكم. اعملوا اي محتوى، احنا يعني بنعمل محتوى ايه؟ ما احنا بنعمل قاعدين بنتكلم عادي اهو، بسيطه يعني. بس المهم البدايه. ممكن ابتدي بربع لانشون وحته جبنه بيضاء يعني، ولا انت شايف ايه؟ ابداوا، ربنا يطمنك. هبعت اجيب انا ربع لانشون وعلى الله. كل واحد يخليه بطبيعته، ما حدش يتصنع. هو انا بقى اكتب النقط دي معلش عشان ما انساش، مش عايز ابتدي انا. احنا مش بنمثل، احنا مش فاكرين على فكره كنات. الطبيعه دي اكتر حاجه بتوصل للناس. صح، اعتبر ان التيك توك خالتك وبتفضفض لها. اطلع مرحرح قوي ولا انت شايف ايه؟ فانتوا ابداوا باي محتوى، ما تشغلوش بالكم، والخبره بتيجي مع الوقت. انا يعني نفسي ابقى خبير زيك كده، هحتاج ياما اول عشان اوصل. عمرك ما هتبدا في البدايه خبير، مستحيل هتبدا خبير. بعد كده لما اخش الحمام قدام الناس كده واجيب اللانشون واقعد اكل وبتاع ابقى خبير، صح ولا انت؟ طمني. اكيد هتبدا لسه في البدايه، فانت ابداوا. الاول طريق النجاح ده هنجيب العربيه ولا وانت قاعد مستني ايه؟ ما تبدا، افتح التلاجه ولا اي حاجه وابتدي، عايزين ننجح بقى. انت رايح اتكلم النهارده واقول انا قبل ناس مشهورة كتير. طب وايه اللي حصل؟ كل ما اجي ارفع فيديو ما يجيب. جربت اللانشون ولا ايه؟ طمني. شوفولكوا حل بقى. طب ليه بقى؟ ما هو الراجل اهو طالع مبرشم، ما غسلش وشه وشعره منكوش على طبيعته خالص، ليه ما نجحش بقى؟ يا ماشي الكوسه اهو. عايز بقى الفيديو ده يضرب. الله، شو مع انك قلقتني بس هدعي لك، ربنا يوفقك يا ابني. وبقول لكم على حاجه، بس بقى ما تقولش، ما سيبنا نبتدي يمكن تضرب معانا. خلفت ليه؟ وكنت بعمل قله ادب في امان الله، لقيت نفسي جايبه عيل. انا اعرف يا اختي هي مغسله وضامنه جنه، هتعرف منين هي؟ ما حدش قال لي. انا ما حدش نصحني ولا حتى قريت على جوجل، ما شفتيش قطط قبل اي حاجه. انا ما حدش نصحني. يبقى ذنبك في رقبتهم، انت مالكيش دعوه. كنت بعمل قله ادب في امان الله، لقيت نفسي جايبه عيل. مش لطيفه برضه الواحد يبقى قاعد في امان الله بيعمل شويه قله ادب، يعني مش حكايه يعني، لقى نفسه عنده عيل. انا ما حدش نصحني. اتعلمتي هو العالم مش ببلاش برضه، فانت بعد كده حاولي لما تيجي تعملي اي حاجه اللي تأدب يعني، ما تجيبيش عيل عشان احنا مش ناقصين زحمه يعني. عملت حاجه غلط مش انت اللي هتحاسبني، شربت مش انت اللي هتحاسبني، مشيت وحش مش انت اللي هتحاسبني، ربنا اللي هيحاسبني، وانا خلاص تبت. ولو كنت عايز امشي في الغلط كنت كملت مع اللي خاني. انا يا جماعه اتحدى روماني منير يضحكني. بلاش بلاش، انت مش قد روماني وانا صعب منه اضحك. خليك فاكر انه قلت لك بلاش. شوف كده، شوف انت عايز تضحك يعني. عايز اضحك. اه طب بص لي كويس، بصيت لك اهو. والله حذرته يا باشا، في قاعده كده لازم تقراها قبل ما تتحدى حد، يعني بيقول لك اعرف قدرات اللي قدامك. بس رومانا شوف، في ناس بتتفرج عندي بقى محدش يموت من الضحك وهتشيل ذنبه. ايه بيضلهم يقولوا لي انت بتغري الناس؟ طب انا الله خلقني حلوه، بلاش يعني مش عارفه شو اسوي. ما تسويش حاجه، اغرينا عادي احنا مبسوطين. بعدين النسوان كتار، هم تفصينا لشو ذنب؟ صح احنا تفصينا، هي مالهاش ذنب خالص، مالكوش دعوه. اللي ما بتكفيه مره مش هتكفيه مليون ولا 100 مليون، العيب فينا احنا، سيبوا الناس في حالهم، تعالوا لمونا احنا. دي غرتني انا دلوقتي، في حد يتغر من دي؟ اي غرتني، ذنب ايه بقى التانيه؟ انا بغمم من يوم الخميس والله. مش عارف انا ابتديت اخاف من التيك توك شويه، في حاجه حاجه ولا ده مش مرايه؟ ده احقر ناس بتقابلهم في حياتك هم الناس اللي بوشيه يعني. الناس اللي عاملين حبايبك ومن وراك تعابين بتلدع. وانا اقول ايه اللي بيجرسني؟ انا كنت افكر ناموس عادي، اتاري الناس اللي بوشيه هم الناس اللي بوشيه. دي طبازه الغلابه دي ولا؟ احب اوجه رساله لمين؟ للشخص اللي من شاو. شاو مين يعني؟ اللي قابل البلة عندنا وقال له ضغطك بتقول ان انا متجوزه اربعه. مين اللي متجوز اربعه؟ انت انا مالي انا بالحوار؟ وهو واي حد. دي لمين دي؟ دي ليك على فكره، ماليش دعوه. ودول دي لمين دي؟ ودول اي حد. بقشيش يعني، حاجه زي تبس كده، ربنا يكرمك ست كريمه قوي. يا قلبي قول يا عمري قول لي مالك ساكت ليه؟ ما لازم يسكت، ده تلاقيه فقد النطق يعني، ده كويس انه عايش اصلا. قول لي حاجه. امشي امشي، صوتك وحش. انا رايحه حفله بنش عجواتش. هي رايحه بس اللي في القلب في القلب. مين دي؟ بنش واحده ما بتشقها. خلاص ما تروحيش، ايه اللي يخسبك؟ لا ده انا اروح واهرهم واقعد، ولو ما شالتنيش الارض تشيلني كده عيونهم. ايه ده قوي، تروح وتهرهم كمان، بعدين هم يطول اللي انت تروحي. انا مطرح المكان اللي انا بروحه بشرفه، ده المرتش اللي انا حطاه. حلو، مع انه خساره فيهم، انت تروحي لهم بعماصك دول. كنا اصحاب بس فركشنا. ما يفوتهاش الاصول ابدا، برضه عامله حساب الصداقه اللي كاتبينه. ما تحطش بقى اللون بالايه؟ الغامق ده، رغم ان انا هلبس فاتح بس انا عايزه اسودها اسودها. ولازم تاخدي علم روج معاك عشان مش هتبطلي. انت حبيبتي وحشتيني، ده انت اصلا مش طايقاها، كلها لما كدابه يا قلب اختي. ابتديت تشك كده، لمجرد شك يعني، اللي انت اللي مش بتطيقي حد، مش سالكه. بصي
بصي حياة سيدك اللبلوبي، سيدك اللبلوبي ده كده كده هيقولوا لي ده صيني، وهيقول جاي دي كحياة انا جاي تتفشخر علينا. دهب اللي هيقول غير كده واجيبها من شعرها. يعني هم هيقولوا في وشي، ما هيقولوا في قفاك. بص عشان انا بصوا خدتوا بالكم اللي ورا اللي خبروا من اللي ورا يقول ايوه ده عين الحسود. قلت لهم برده خمسة وخميسة كده في وشهم. يلا عشان اتاخرت عليهم قوي. ربنا يوفقك وتقدري تقري لي خمسة ستة كده يموتوا فيها. ست طيبة قوي. بص يا ولية معفنة هنقول لك كلمتين. حطهم فين يا ما تحطيهم حلقة في ودنك، تحطيهم زي ما تحطيهم مش هتفرق معاك. انت وشوقك بقى معاك حرية الاختيار. لمي كلابك وعيشي في حالك. اظن الرسالة وصلت. ازاي 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 اوصف لك يا حبيبي ازاي؟ قبل ما حبك كنت ازاي يا حبيبي؟ اه ما تكلمش، انا عارف انت عايز تقول ايه من غير ما تتكلم. هتقول السلام. طب ده والنبي من غيره كنا عملنا ايه؟ هاشتاج كيدهن عظيم. ده كده عظمة قوي، ده كده عظمة قوي. سلام. انا محدش نصحني، انا محدش نصحني.